بين عبر الهاتف من كوالالمبور نائب مدير الاتحاد الروهينجي عبد الله معروف. مرحبا بك معنا سيد عبد الله. عشرات او الالاف يوميا يفرون من ميانمار الى بنغلاديش من مسلمي الروهينجا، يفرون من الاضطهاد ومن العنف. اذا الازمه ما زالت مستمره على الرغم من الدعوات الدوليه، وربما قد تصل الى مستوى الضغوط على حكومه ميانمار للمساواه في الحقوق بين المسلمين وغير المسلمين خاصة في إقليم راخين. إلى أي مدى هذه الضغوط إن صح التعبير ستؤتي ثمارها في ميانمار مع استمرار هذه الأزمة؟ نعم، قضية الروهينجيا حقيقة هي قضية عار على الجبين المجتمع الدولي. هذه القضية الإنسانية الوحيدة العادلة حاليا والمعترف بها دوليا وأمميا، والتقارير الواردة والصادرة حول هذه القضية سواء من المقررين الخاصين للأمم المتحدة أو سواء من مجلس الأمن، التوصيات الأخيرة التي صدرت في البيان الدولي في 3 نوفمبر من مجلس الأمن والذي يوصي بأربع نقاط يعني هي أساسية في المطالبات التي يطالبها الروهينجيا ويطالبها المجتمع الدولي من حكومة ميانمار. المطلب الأول هو إعادة حق المواطن التي انتزعت منهم في عام 82، والمطلب الثاني إيقاف آلة القتل والسحل بدون اشتراطات، والمطلب الثالث السماح للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى المناطق المنكوبة بدون قيود، والمطلب الرابع هو المطلب الملح والساخن حاليا خاصة بعد توقيع دولة بنغلاديش مع ميانمار اتفاقية العودة، وهذه العودة لها 4 اشتراطات وهي العودة الكريمة والعودة الدائمة والمستدامة والآمنة والتوعية. ولكن نحن حقيقة يعني سيد عبد الله كل ذلك كل ما ذكرته صحيح، ولكن يبقى حبر على ورق حتى اللحظة يعني حتى يومنا هذا. إذا ما تحدثنا عن التحركات الدولية في هذا الملف، هل هي مقنعة؟ هل هي كافية؟ هل برأيكم يمكن التوصل إلى حل قريب بالنسبة لهذا الملف أزمة الروهينجا المسلمين؟ يعني كلمة الروهينجيا وقادتهم وهم ينتظرون منذ فترة طويلة ماذا سيصدر مجلس الأمن من قرار ومشروع قرار يعني في حق لصالح الروهينجيا، وهذا المشروع الذي كنا نطالب به لإدارة حكومة ميانمار بالتطهير العرقي هذا التطهير العرقي الذي تم التصريح به من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ولكن للأسف نحن حقيقة ميؤوسين جدا من البيان الهزيل الذي صدر من مجلس الأمن، وهو واضح جدا على أنهم يتحاشون الفيتو الصيني خاصة مع دعم دولة الصين لحكومة ميانمار ولممارسات التعسفية والعسكرية. حقيقة الواقع غير مرضي، ونحن يعني شهدنا في عام 92 وعام 93 هناك عودة مثل هذه العودة التي كانت باتفاقية بين بنغلاديش وميانمار، وكانت الاتفاقية عودة قرابة 64,000، ولكن بعد فترة لم نجد إلا 6,000 الذين أعيدوا فقط، والبقية لم تتم عودتهم من بين 500,000 نسمة في ذلك الحين. فما بالك نحن نقول الآن عن أزمة يعني وصل العدد قرابة 1,000,000 الآن حسب الإحصائيات الرسمية 800,000، ولكن الواقع 1,000,000 والنزوح اليومي ما بين 10,000 إلى 15,000. فماذا نتوقع هذا 1,000,000 الآن؟ كم سيعودون منهم؟ والاشتراطات التي وضعتها دولة ميانمار هي اشتراطات حقيقة تعجيزية أمام المصالحة التي نحن نسعى إليها أن تكون الحلول كلها سياسية، ولكن للأسف الواقع هو الواقع كما هو سواء في داخل أركان أو سواء في مخيمات بنغلاديش. ما شروط التعجيزية التي تتحدث عنها سيد عبد الله التي وضعتها ميانمار أمامكم؟ ميانمار يعني تريد يعني دولة بنغلاديش اقترحت على دولة ميانمار أن تكون العودة خلال سنة كاملة، ولكن ميانمار رفضت. الأمر الثاني هي تريد العودة فقط للذين في يدهم الوثائق الثبوتية القديمة من دولة ميانمار، وهذه الوثائق كلنا شهدنا في انتخابات يعني عام 2015 أنها سحبت منهم وأحرقت منازلهم الآن تماما، والعالم يشهد ذلك. من أين لهم هذه الوثائق التي يطالبونها؟ صحيح، صدرت منهم حقيقة منذ فترة طويلة، وهذه تسمى البطاقات البيضاء التي كانت في يدهم وهي صدرت. فكيف لهم الآن يأتون الآن بعد نزوحهم الكبير هذا حتى يستطيعون يثبتون هذا الواقع الذي يطالبون يعني حكومة ميانمار وهي مطالبة تعجيزية؟ وأيضا حكومة ميانمار ترفض عودة اللاجئين إلى أماكنهم وقراهم التي خرجوا منها وتريد أن تعيدهم إلى مخيمات اللاجئين، وهذا نحن نرفضه تماما. وهذا التصويت الذي ربما سمعناه قبل أيام في استطلاع رأي للاجئين الموجودين في بنغلاديش
وكلهم مستعدون للعودة، ولكن يطالبون بضمان الأمن الذي حقيقة افتقدوه منذ 70 سنة. أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الله معروف نائب مدير الاتحاد الروهينجي، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من كوالالمبور.